اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع، معاكم من منطقة الهرم في شارع فيصل، اخر شارع فيصل، في اخلاء عقار. محافظة الجيزة اخلت عقار مكون من 14 طابق وبه اكتر من 40 وحدة سكنية في شارع سليم. حتى الان المعاينات المبدئية قالت ان العقار مائل 50 سنتي على الاقل، وبارتفاعه الضخم وحجمه الضخم اللي موجود ده، العقار ده 14 دور بمساحة يعني تقارب 1000 متر أو زيادة، أثرت على 3 عقارات مجاورة على الأقل. يعني 3 عقارات، العقار اللي أنا واقف فوقيه ده 3 أدوار فيه شروخ وتصدعات، وباقي العقارات المجاورة فيها شروخ وتصدعات، وده بسبب الميل الواضح في العقار. احنا يمكن هنا في الدور الثالث، فكل كل ما ترتفع الميل بيزيد مع الارتفاع، وبطول العقار 14 دور فأدى إلى تلاصق، يعني اقتراب العقار، واجهة العقار من الأمام اقتربت من العقار المقابل ليه. محافظة الجيزة بعد بلاغات من السكان المحيطين بالعقار شكلت لجنة فورية من لجنة المنشآت الأهلية والصعود، وأخلت العقار من السكان دون المنقولات. العقار فيه 7 شقق سكنة، وبقية الشقق خالية من السكان. العقار فيه تقريبا 44 شقة، فكل كل الوحدات اتأثرت بالكامل طبعا المحيطة بالعقار، وتم تشميع العقار بشكل مؤقت لحين معاينته من اللجنة. والمحلات أيضا، في عدد كبير من المحلات تم تشميعها، كل المحلات اللي موجودة في العقار. يمكن العقار اتبنى تفاصيله حسب ما اكدت محافظة الجيزة، ان تفاصيل الموضوع كله ان العقار كان واخد رخصة 6 ادوار، ولكن في 2013 تم تعلية العقار ل 14 دور. يمكن اغلب العقارات اللي بالارتفاعات 14 دور في المنطقة كلها مخالفة، ولكن في بعض العقارات اللي ملتزمة ومش أعلى من 6 أدوار. هنا الرخصة 6 أدوار أقصى حاجة بالأرضي والميزان، لكن العقار اللي أمامنا ده 14 دور اتفاجئوا السكان امبارح بظهور أو زيادة ظهور تصدعات وتشققات في العقارات المجاورة، فعلى الفور أبلغوا، وجت لجنة من محافظة الجيزة أخلت العقار بالكامل، وأمرت بتشكيل لجنة أخرى، لجنة هندسية من كلية هندسة، تيجي تفحص الميل اللي موجود وتبدي رأيها في الحلول العاجلة، سواء بقى بتنكيس العقار أو إزالته، أو يعني الحلول الفنية اللي هتقترحها أو هتبديها اللجنة من خلال تقرير اللي هيكون إن شاء الله خلال 2 يومين بالكتير هيكون اللجنة أبدت تقريرها. طبعا العقار هنا المنطقة في بسبب التصدعات وبسبب الميل اللي موجود في العقار اللي أمامنا ده، حصل يعني صرف صحي في مياه، صرف صحي بمحيط العقار في الأسفل، احنا بره هنوريها لكم، وبعض التصدعات اللي موجودة في العقارات المجاورة. أنا هوريكم واجهة العقار. العقار ضخم جدا، أكتر من 1000 متر، وبارتفاع 14 دور. كل ده أثر على العقارات المحيطة، ويكون معانا برضو أحد السكان يشرح لنا الموضوع بالكامل. ده العقار وهو يعني يمكن من تحت هتلاقي فيه اتساع، وكل ما نرفع لفوق هتلاقي العقار بيقرب من العقار المحيط بيه. يمكن لجنة المنشآت الأهلية والصعود قالت إن على الأقل في ميل بمساحة أو مسافة 50 سنتيمتر على الأقل في الارتفاع في الميل، والمفروض إن اللجنة هتحدد يعني تفاصيل وتبدي رأيها في معالجة هذا الميل، إما بتنكيس العقار بمعنى إن هم يزيلوا عدد من الأدوار المائلة أعلى العقار لتخفيف الحمل، أو إنشاء يعني او ازاله العقار بالكامل لو ما تمش التحرك سريعا. طبعا هنا طبيعه الارض يمكن تحت العقار ده بالذات اللي هو 14 دور ما تعملوش الاساسات المظبوطه بحيث ان هي تشيل او تقدر تتحمل كل هذا الارتفاع،
فده اللي خلى يبقى فيه هبوط في الأرض تحت العقار، ويأثر أيضا على العقارات المجاورة نظرا لالتصاق العقارات المجاورة به. فكل ما يحدث ميل بالتالي بيحدث تشرخات وتصدعات في العقارات المجاورة. يكون معانا أحد السكان هنا اللي موجودين في المنطقة، وهو أول من أبلغ بوجود تصدعات في العقار بتاعه عشان بسبب الميل اللي في العقار المجاور. فضل حاجة غازي، عرف نفسك وقول لي قصة ايه وتفاصيلها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غازي عبد القادر عبد العزيز، انا صاحب البيت دوت. هي المشكله دي قايمه من زمان. انا البيت بتاعي اللي هو جنب العماره، انا الموضوع ده من زمان، احد المتضررين، فمن زمان. ايوه فهو اصل الموضوع مش قائم من النهارده، ده بقى له فتره من ساعه ما بنوا العماره. حتى لما جيب انا ما نزلتش، ما عملتش لبشه كامله ولا عملت صلاحات صح. فهو كان باني على يدوب على اول الارض، وبلغناه وقلنا له ما ينفعش وكلام من ده، قال لك مش هيحصل حاجه وكلام من ده. مع مرور الزمن يعني سنه او سنتين تقريبا، حصل ركمه طلع بالادوار، البيت ابتدت تشرخ عندي. فجالي قال لي احنا هنرمم البيت وهنعمل وهنشبط الدنيا. قلت له خلاص رممنا وكل حاجه. ومع اول ساكن شون تشوين رمله وزلط، رمله وسيراميك و